جريو 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 المشاهدين جريو اجريو تسمعوا اخر اخبار سريعة صفات هاد شنيتيكا سريعة اليوم نتفت شنيتيكا نتيف الله يشنيتيكا الله وماشي ديالك هادي يا شنيتيكا تي مرة كبيرة جداك لهاد المشاكل شنيتيكا الزونيشة المستعجلات مسكينة اليوم في حالة خطيرة شنيتيكا غتعرفوا شنو وقع شنيتيكا والسبب تزلقت شنيتي السبب اللي خلى رجلي القصبة تزلق اليوم غتعرفوا بزاف الكواليس المكولسة كنت خيل دابا شنيتي كاملي زلقت رجيلاتها بحال داك بو جعران كنتي كطلع من الزلايقة في هاد الصاد لا ميمكنش السلام عليكم اعزائي المشاهدين العزاز كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعطم الصحة والعافية لانتم ولا الناس العزاز عليكم كنتمنى الميمات والخوت والخواتات اللايكات ديالكم وضروري التعاليق والبارتاج فضلا وليس امرا اللايكات المرضيين والمرضيات الميمات والخوت والخواتات اللايكات في خاطر شنيتي اللايكات في خاطر شنيتي كودعيو لها بشي ميمكنش كنت شنو كنت تخيل دابا كنت تخيل شنيتيكا طايحه البوزيسيون طاحت فيها شنيتيكا ومع القرش واش داك شنيتيكا اجداك تي باقا قدك باقا نزلقو قالت لي غنعاود لكم الكواليس اشنو وقع بالضبط هذا والله الا غتنوب سؤال ناموسة زلقتها شوفي غنعاود لكم اشنو وقع بالضبط قال سلم علينا ما بينتها قال لك جري وجري وجري وشنيتيكا هزوا على المستعجلات حاله خطيره مالها ما مالا زلقت شنيتيكا زلقت وقالت كيسولو شنيتيكا شنو وقع لك شنو وقع لك قالت لي شنيتيكا جالسه ما عليا ما بيا غادا جا واحد من اللور قالت لهم بحال جا شي واحد من اللور وجرني طيحني انت ما عرفتي شكون اللي جرك هو هذاك العام الخرشف شحال هذه انتي قالبه على مول الخرشف راه هو داك جا غفلك وجرك في هذا الصاد ولا السريعه جراتك طيحتك بغات تهنى منك هي قالت لك شوفي قلت لك راه هاد السريعه اما غتصيفطك للروضه اما غتصيفطك لسويسرا وحده من الجوج علامات الروضه بداو كيبانو اما الذنوب ديال الناموسه عم بغيتيش تعطيها الثقه البارع عدت عليك فيديو البارع عدت عليك فيديو قلت لك رجعي رزق سعاد رجعي المليينات ديالها رجعي فلوسها اش السحاره بعدي من السحور راه كنقول لك بعدي من السحور هذا ما يكون عشي جن شي جن ما درتش ليه البخور ديالو وما داك وقمطك هذاك وتبخر يا زاد داك مجمر الدوري بيه الناس ديال فاس كيتشكاو منك يقولك بعدي من السحور بعدي من السحور هو تيشتاف راسك دابا دابا اش غتقول لك دابا شنيتيكا والربيعه اللي معاها و الناموسه سحرت ليها الناموسه صيفطت لها الباشا حمو شي شنيتيكا الذنوب ديال سعاد والله الا شوفك كنتي هانيه كنتي مع سعاد كنتي واكله وشاربه تم الكراسن ديال سعاد كنتي كتلبسيهم السيده تعفات لك الدبانه وانت تنقصي حتى وتعايري في سعاد والنوب ديك المحسنه اللي ديتو لها فلوس سمسرتوها المعاطي حاد قفيها المعاطي حاد قفيها وانت باقا قد كيسيقوا شنيتيكا اش داك انا راه عاودوا لي شنو وقع كيفاش تزلقتي ما بغيتش نفرشك راه عاودوا لي كيفاش تزلقتي قالك انت غادا تجري عريانه زبطه وكدير ديك الزلايقه بالكراطه وكتجري انت سريعه تجري من قنت كنت تتلق زلقتي ورجليك تعلقوا السما بقات كدير السريعه شنيتيكا بقات كدير ديك الحركه ديال والله الا دو عندنا بسرعه تخرجوا فيكم الذنوب ديك الوليه اللي كتحقروا فيها وكتبكيوها وكتشجعوا على عقوق الوالدين وانا تصوروا اللي زاد كرهني في شنيتيكا اكثر هي ملي سمعات المحسنه قالت لي راه البنات كيبغيو امهم وخاصه الصلح هادي شكون قالت لي اللي قال لك البنات كيبغيو امهم علاش تقولي ليهم هذيك راكم والده متي شنيتيكا هاجد القصبه ودابا بقى فيا بعيده عليا كي غندير تنجي عندك دابا ونشوفك ما كانش صراحه نمشي نشوف المشاهدين نمشي عند ربع طاله ونضحك واحد نصور لكم شنيتيكا شوفي شنيتيكا تصوري ما كرهتش ديك البوزيسيون اللي زلقتي فيها ونصورك للمشاهدين فيديو طايحه هكاك ومع الكرجلي نقول ما هي اللي كتعاير سعاد هذاك ذنوب سعاد وذنوب داك شنيتيكو مسكين شنيتيكو اللي سامحه فيه ولا حياته واو ولا حول ولا قوه الا بالله راه قلت لك بغيتي حياتك تيسر بغيتي المشاكل اللي بعدو منك بغيتي هاد الناموسة تبعد منك هاد الدجاجة كحالتك تيساع سير رجعي ليها رزقها وطلبي منها السماحة
وسير اتقي الله بعد من الشبوقات اللي بعيد عليك، راك مرة كبيرة بقى ما بغيتيش تحشمي، كنقول لك سيري حشمي. وسبحان الله عاد عيت فيها البارح، راه الفيديو باقي في القناة، والله يعطيك مصيبة، الله يعطيك ما خليت. ما قلت لها البارح قلت لها رجعي الفلوس لسعاد، رجعي لها 6 مليون ديال اللي نصبتي عليها فيهم ديال الدار، وبعدين من السحور وتي عامل من عطار لعطار، شوافه شوافه، فقيه لفقيه، سير كون تحشمي اتقي الله. ودابا هاد الزلقة على ما غنحسبوها، هذا ما يبان لي عمول الخرشب. راه البارح باري واحد الكارسون كانت مصبنا السريعة، واحد الكارسون قديم ديال جد النمل، مع لقى السريعة واحد الكريسين مع بان ديال من، قالك ديال من، قالك هذاك الكارسون، جيت سمع ذاك الكارسون ديال من، وقصت ذاك الكارسون خصني ندير ليه فيديو، هذاك الكارسون ديال شي متتبع متبع السريعة. كيف السريعة دو هجموا عليا هنا وقالك غاوتو متبعين ديال السريعة. قلت انا كنهضر على السريعه ديالكم، انا نسير الفيديو انا جاي عندكم نعطيكم عضومات كدوم. قلت لكم قال لك هذاك الكرسون، الناس اللي معاه اللي قالوا، قال لي شي متتبع كان متبع السريعه تقول من متتبع ولا حبيب، علاش هي كتطلع في اللايفات وكتبدا سريعة نهار تشد المفارقع وكتصور لهم بيت نعاس وكتقول لكم انا كنعس بوحدي، الوحدانيه قتلتني، واحد مره ولاتنا واحد السليب ديالها كتقول لكم ها انتوما شريت هاد السليب هو باقي جديد، زعما شافوا الفورمه وشافوا لا طاي ديال السريعه. والله الا دميني ديال بكريشه اش غادي نقول لكم، كثار من القصه ديال مولات خيزو ومولات خرشف ومولات القرعه ومولات الفقوس ومولات، غيخرجوا منو شي كوارث شي عجب اللي غتبقاو حالا في فمكم. حنا سمعنا شي كواليس باقي بلا شويه كلشي، اما دابا كيف هاد الحراسه بشويه بشويه. قال لك سيادنا السريعه كتشي كتكالي، يلا وقال شنيتيكم عشنيتيكم بعدا شناه كينفح الشهاده لا شنيتيكم عاد ديك القرعه ديال النفحة شناه كينفح فواحد اللايف، اللايف اللي كان مفرقع يعني، وقال شنيتيكم كيعطي السريعه الكاله عند ديك النفحة اللي كينفحها في النيف اللي كيديروها، انا راك عارف دوك الشماكليه كيديروها. والسريعه هذه ماشي جديده عليها، حنا كنقول لكم راه شبكاره، راه جايه عامل الشوارع، راه مجروقه كنجلقه في الزناقي، ولكن عكتكالي الكاله، الكاله راه حاله ساهل الله يجيكم، ولا ما كانت كتشم السيليسيون ولا كدير شي جاب واحد اخر. هي لقات بنت بوكيشة كتشيش وقالت لها بحال هكا، هذه راه قالت مرت عبلو، نقول لكم نيشان مرت عبلو كان ديك الساعه كتوصل الاخبار، قالت لي من الله ريحه الشيشه شحال زوينه بحال ريحه البخور، عا خليوها كتعجبني الريحه ديالها، حيت مولفه هي بهذا الشيء ديال الشيشه والكار وشي مولفه بالسريعه ماشي جديد عليها. والحمد لله شهدوا فيهم الناس ديالهم، شهدوا فيهم ماشي حنا، شي وحدين اللي معاهم كيخرجوا كيقولوا شنو كاين، هي كتكالي عندك الزلال مزغبت الصدر مزغبت البيطان كيفاش. والغريب في الامر حتى الجسد ديالهم شايفينه، واش كيجلسوا عريان ما فهمتش انا، واش كيمشيو للحمام بجوج ولا كيجلسوا عريان نزبطه وقريب قادروا داكشي الله اعلم. مزغبت الصدر الاخرى بعد فين شافت الصدر السريعه، اخرى قالت لها كتكالي، اخرى قالت لها هضرتي مع صاحبك عاد خلي المحسنين اللي شاده عليهم تايا شي حوايج على الله شنو شاده عليهم تايا ما باغاش تهضر، وخليك المفتين انا ما مرتاحش لا، ولكن شاده عليهم تايا شي حوايج. كنتمنى انها تخدم بنت الناس وتمشي تشهد مع سعاد وتدلي بالحقيقه، ما تزيد والو داكشي اللي شفتيه سيري قولي لك تي غتنفع ديك الام، اما راك تبقى تطري علينا كل ساعه لايف هذاك شي سوق خاوي، ولكن شي حاجه كاين المفيد عندك شي حاجه سيري السلطات وصرحي بداكشي ونفعي سعاد نفعيها بلا ما دير ضريها، حق انا عارف شي حوايج ولا ما سكتوش غنقول، ما كاينش لا ما سكتوش، اللي عارف شي حاجه يمشي يقولها، راه قال لك الساكت عن الحق شيطان اخرس، فهمتي؟ بما انك تي كدعي محسنه وكتجري في الخير وهاي هاي 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 عليك تي سيري نفعي لها عندك ما تنفعي سعاد، اما السريعه راه شمكيره ديال الخير ما عندها فاش تنفعكم، السريعه بناتها وما عقلتش عليها ووالديها ساقطن عليها، هذيك راه مسخوطه راه شوف. وسعاد دعات فيها قالت دعات فيا وبنتها قالت لكم اللي تصاحب معاها مسخوط واللي عاش راه مسخوط واللي يمشي في طريقه مسخوط واللي يدير يدو في يده مسخوط، يعني كلشي غير ولا مساخير. وشو عاد الطبقه اللي كيدافعوا عليها، عا وحده تنسيك بوحدها، هذه مروبله هذه مقرقبه هذه الله يستر وصافي، والله هذيك الطبقه ديالهم الله يحفظنا وين جينا يا ربي من داك القنت، الحمد لله اللي ما تلاحقش في داك القنت ديالهم، انا من نهار الاول جيت في اتجاه ديال سعاد الحمد لله سعاد محصنه، اللهم اللايفات ديال سعاد بلا كتبكي وتشكي ونصبروها، ولا تعود بينا الكراسن ديال الرجاله اللي كتكالي هذه كتكمي، الله يخرجنا من دار العيب لعيب،
الله يخرجنا ويخرجكم من دار العيب بلا عيب. تحياتي لكم المشاهدين الاعزاء، ما تنساوش اللايكات ديالكم والتعاليق والبارطاج. الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي عليكم.